اليوم سمعنا من المتحدث باسم الحكومة الإيرانية علي ربيعي أنه اليوم النقاشات ستكون حول تشكيل أو تكوين منطقة آمنة يديرها مشتركة بين العراق وبين إيران لمواجهة الإرهاب. يعني إحنا من باب نسمع أنه خلص راح الإرهاب وانتهى داعش وبقت خلايا بسيطة ونحن لسنا محتاجين إلى أحد والأمريكان لازم يطلعون، ومن باب يعني نتباحث عن منطقة آمنة ضد الإرهاب. ما الذي فهمته من هذا يا سيدي؟ يعني أولا من وجهة نظري أن الموضوع لا يرتبط بالداخل العراقي، يعني هذا له حساباته الخاصة، لكن أتصور بأن إيران قلقة جدا من نشاط حزب الحياة الحرة أو بما يسمى ببيجاك، يعني المقاتلين الكرد على مستوى الشريط الحدودي من جهة إقليم كردستان، خصوصا وأن إيران مؤخرا استهدفت الأراضي العراقية بضربات مدفعية، وحتى يعني بعض الرد العسكري على هذه الجماعات التي تعتقد إيران بأنها جماعات إرهابية وأيضا تهدد الأمن القومي الإيراني. العراق سبق أيضا ما بعد هذه الضربات سبقا قدم مذكرة احتجاج واستدعاء للسفير الإيراني، لذلك إيران قلقة جدا من أن يتم استغلال هذه المنطقة لغرض استهداف أمنها القومي، ليس فقط من قبل البيجاك، وإنما إيران قلقة من تسلل بعض الجماعات التي يمكن أن تستهدفها على مستوى الداخل العراقي. لكن طيب هل هذا يعني دكتور، عفوا عن المقاطعة، هل هذا يعني أن العراق لن يتعاطى مع هذا الملف أبدا، كون أنه هو من الأساس العراق يعتبره خرق من قبل إيران؟ لا، على العكس، العراق يعني أعطى أهمية لهذا الموضوع، يعني حسب طبيعة المراسلات التي أجرتها وزارة الخارجية، لكن لا توجد تلك الإمكانية الكبيرة جدا للتدخل العسكري بالنسبة للقوات الاتحادية، وبالتالي هذا المثلث العراقي الإيراني التركي هو فيما يبدو خارج عن سيطرة هذه الدول الثلاث، ويشهد يعني تداخل في طبيعة المنطقة هناك، الجغرافية هناك، وبالتالي الحكومة العراقية أيضا غير راغبة باستمرار هذا الاستهداف من قبل إيران أو حتى تركيا، ومن ثم تبحث عن ترتيبات ما سمي بالمنطقة الآمنة التي أشرت إليها في طبيعة السؤال. هذه المنطقة إذا ما تم الاتفاق عليها، أنا أعتقد أنه قد يحفظ السيادة العراقية وبالتالي لا يحرج حكومة الكاظمي من جانب. لكن مرة أخرى أقول بأن موضوعة التنسيق الأمني أيضا سيكون حاضرا على مستوى الإرهاب في الداخل، يعني داعش وغيرها من العناوين الأخرى، خصوصا وأن إيران لا تزال تعول على التحالف الرباعي الذي لا يزال متواجدا، لم يحل هذا التحالف، غرفة التحالف الرباعي لا تزال موجودة، وبالتالي إيران تحاول أن ترمي بثقلها لأجل تحفيز هذه الغرفة من جديد.